السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيكة الرمان. عندي هنا 4 البيضات، دانون بمذاق الرمان، كاس ديال الدقيق، الدقيق الممتاز ما يعادل 100 غرام، عندي هنا كاس ديال اللوز محمر ومطحون بالقشرة ديالو، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، قليل من الملح، خمارة ما يعادل 8 غرام، وفانيا. ندوزو ان شاء الله للطريق. درنا البيض ديالنا، دابا هنديرو السكر ونطربو. كنطربو البيض والسكر حتى كيرجع بهاد الطريقة هكذا، وكنزيدو الزيت شوية بشوية، ما كنخويوش مرة وحنا كنطربو. دابا غادي نزيد الدانون بنكهة الرمان، وندير قبيصة الملحة، ونزيد نخلط بالباتر. دابا غادي نزيدو الكاس ديال الدقيق ونخلطو بالفوي، ونزيد هاد الكاس ديال اللوز اللي محمر ومطحون بالقشرة ديالو، هاد الكيكة كتجي رائعة، كنتمنى انكم تجربوها. دابا غادي نزيد الخمارة ما يعادل 8 غرام، والفانيا، الدقيق بطبيعة الحال غربلتو من قبل. دابا غادي نخويه في المول بعد ما دهنتو بالزبيدة ودرت له الدقيق، غادي ندير المول العجيب. هادي هي الكيكه ديالنا بعد ما تحمرات، استغرقات 35 دقيقه في الفرن، هانتوما كتشوفوا على درجه 180 وتحمرات، واخا شعلته من التحت. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للتزيين. عندي هنا كريم شانتي، ورقه النعناع، شويه ديال الكونفيتير ديال الرمان طلقتو مع شويه الماء، وستولاغوم ديال الرمان. عندي هنا اللوز محمر بالقشره ديالو مهرمش، وشويه ديال الرمان، وكل واحد والطريقه تزيين ديالو. دابا غادي ندوزو للتزيين ان شاء الله. نسقيوها بهاد السيرو اللي وجدنا ديال الرمان. بعد ما سقيناها بالسيرو، دابا كندوزو نديرو لها اللوز اللي مهرمش عندنا بهاد الطريقه، كندوزو على هاد الحواش كلها. هندوزو نديرو كريم شانتي بهاد الطريقه، وكل واحد والتزيين ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، زينتها بهذه الطريقه هانتوما كتشوفوا. وكما كنقول لكم التزيين كيبقى لكم اختياري، وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.